في إطار مكافحة المنتوجات المحظورة خاصة منها المتعلقة بالاتجار الغير شرعي بالمفقرعات والألعاب النارية، تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتوقيف شخص كان يقوم بتخزين هذه المواد المحظورة داخل قبو عمارة. بعد معلومات مؤكدة مكنت من الإيقاع به بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية باستصدار إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية بمحكمة العثمانية، أسفرت عن حجز 40,000 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام. في ذات السياق وفي عملية تطهيرية متفرقة قامت مجموعة التطهير التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بالتنسيق مع أمن حواضر بحجز أكثر من 92,000 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية. تم تحرير إجراءات قضائية المعمول بها ضد المخالفين الذين سيتم تقديمهم أمام العدالة.